بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا إنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له رب العالمين. ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا فأتيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله.